النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفئة معينة من الناس بنضارة الوجه، يعني تكون وجيههم فيها من الحسن والرونق. هل تريد أن تكون منهم؟ نعم تستطيع، بإمكانك أن تفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أحفظ من سامع. أي حديث تشوفه قدامك صحيح انشره، تجلس مع أصحابك بلغ الأحاديث، هذا شرف. وبهذا تفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. أشوف وجهك جميل إن شاء الله.